صباح الخير طلاب الأعزاء، نكمل بعد ما أخذنا الجاوسيان إليمينيشن without pivoting و with pivoting وشفنا الفرق وأخذنا مثال حليناه. نجي نشوف الآن الـ operations count، يعني اللي هي اشقد ذا نصرف من وقت أو حساب لعمليات اللي تتم للحل. يعني شنو هي العمليات؟ هي الجمع والقسمة والضرب. واحدة من أهم الطرق أو الطرق الرئيسية حتى نقارن بكفاءة الطرق العددية المختلفة إنه نحسب العمليات اللي نحتاجها، عمليات الحسابية طبعا لحل اللينير سيستم. فباستخدام الجاوس إليمينيشن كم عملية كان عندي؟ الخطوة الأولى حولنا الـ A اللي هي المصفوفة الرئيسية إلى upper triangle. هنا تحولنا من AX يساوي B إلى UX يساوي G. فكم عملية قسمة كان عندي؟ N في N ناقص 1 على 2. ما هي الـ N؟ الـ N يعني كم معادلة عندي. عمليات الجمع اللي هي N في N ناقص 1 2 N ناقص 1 على 6. الملتبليكيشن N في N ناقص 1 في 2 N ناقص 1 على 6. إذن هذا حولنا الـ AX يساوي B إلى الـ UX يساوي G. بعد منو كان عندي؟ عندي تحولت الـ B إلى الـ G. نحن حولنا أو حسبنا من تحولت الـ A إلى الـ U. من تحولت الـ B إلى الـ G إشقد كان عندي؟ أيضا راح نشوف الآن عندي هنا فقط جمع وضرب، ما عندي قسمة. ليش؟ لأنه احنا بس بدنا نحسب الـ B إلى الـ G. زين، فنشوف الجمع هو N في N ناقص 1 على 2 والضرب هو N في N ناقص 1 على 2. بعد ما عرفنا الـ UX يساوي G، ايش اجينا؟ اجينا إلى نحل الـ UX يساوي G اللي هي بالباك سبستيتيوشن. فايش كان عندي؟ كان عندي قسمة N من القسمة، كان عندي جمع N في N ناقص 1 على 2، وكان عندي ضرب N في N ناقص 1 على 2. يقول لك بعض الماشينز، يعني شنو الماشينز؟ نقصد الكمبيوتر أو الكالكوليتر، كلفة القسمة هي أكثر بهواية من الملتبليكيشن الضرب، بينما في بعض الآخر ماكو فرق مهم بين القسمة والضرب. راح نفرض انه ماكو فرق بين القسمة والضرب، لذلك الملتبليكيشن اند ديفيجن من حولنا الـ A الى الـ U جمعناهم، فصارت N في N تربيع ناقص 1 على 3. بينما الملتبليكيشن والديفيجن من حولنا الـ B الى الـ G، N في N ناقص 1 على 2. هو اصلا احنا شفنا بالـ B الى الـ G من حولنا ما كان عندي قسمة بس ضرب، فان ان ناقص 1 على 2. اوكي، اما هنا بالحساب الاكس اللي هي هنا، فاجينا جمعنا الديفيجن ان والملتبليكيشن ان في ان ناقص 1 على 2، اجمعهم راح ينطيك عدد الملتبليكيشن والديفيجن اللي هو ان زائد في ان زائد 1 على 2. زين، هذا الملتبليكيشن والديفيجن. زين، ايش عندي؟ عندي الاديشن، مجموع الاديشن وين؟ بالاي الى اليو، هذا نتذكره، بالبي الى الجي هذا، والايجاد الاكس هذا. لذلك لو اجي اجمع هذا اي الى اليو الاديشن والاي البي الى الجي بالاديشن وإيجاد الإكس بالأديشن، معناه راح أطلع العدد الكلي لعمليات الجمع اللي هو 2 إن تكعيب زائد 3 إن تربيع ناقص 5 إن على 6، واللي هو تقريبا إشقد؟ ثلث إن تكعيب، باعتبار هذا تكعيب هذا تربيع هذا، فأهمل هذول صار 2 إن تكعيب على 6 يعني ثلث إن تكعيب تقريبا. الملتبليكيشنز اند ديفيجنز ايضا راح نجمع الام دي، راح نجمع الام دي اللي اخذناها، يعني اجمع هذا زائد هذا
زائد هذا من أجمعهم راح ينطيني العدد الكلي لعمليات الجمع الضرب والقسمة، فراح حصل ان تكعيب زائد 3 ان تربيع ماينس ان على 3 اللي هي ايضا تقريبا ان تكعيب على اللي هي تقريبا ان تكعيب على 3. زين شوف هنا شي يصير بالكلفة من الان تضاعف، شوف ايش قد من الان تضاعف ايش راح يصير، هي اصلا مضروب اس 3، شوف ايش قد راح تكبر. زين فبالتالي حل الـ AX ناخذ هنا الفرق، مثال AX يساوي B AX يساوي C، يعني نفس المصفوفة X بس من الطرف الأيمن مختلف. ما هي الكلفة؟ هنا فقط التعديل أو التغيير، التغيير راح يصير وين؟ على الطرف الأيمن. لذلك نشوف كلفة الجمع من B إلى G هي أن تربيع وإيجاد الـ X multiplication and division، b الى g هو ان تربيع، multiplication ايجاد الx هو ان تربيع، بينما الجمع مجموع العمليات الجمع b الى g وايجاد الx هو ان في ان ناقص واحد. اذا نشوف العدد الكلي بحدود شقد؟ اثنين ان تربيع، يعني شنو ان تربيع؟ زائد ان تربيع ناقص ان، فاذا هي اثنين ان تربيع. شوف هنا واللي هو أصغر بكثير من 2 على 3 ان تكعيب من الـ n is even moderately large، من نقول على سبيل المثال n 100، شوف الفرق ايش قد صار. إذا ممكن أن يحل واحد السيستم AX يساوي C ب a little additional cost to that for solving AX يساوي B، هذا اللي راح يصير يجي بتنبؤ بقيمة الايرور اللي يحسب به الحل. اوكي فاذا هذا الان حسبنا او عرفنا شلون او عدد عمليات الحسابية اللي هي الجمع والضرب والقسمة في ايجاد حل السيستم.